كما تظاهر اليوم في مدينة إبة العشرات من الحوثيين للمطالبة بإسقاط حكومة الوفاق الوطني والتراجع عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وما وصفوه بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. ورفعت في التظاهرات شعارات تندد بالجرعة وأخرى تحمل شعار جماعة الحوثي. وتأتي هذه التظاهرة تلبية لدعوة أطلقها زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، وبالتزامن مع مظاهرة في العاصمة صنعاء وأخرى في صعدة. وهدد المشاركون بتصعيد التظاهرة في حال لم يتم التجاوب مع مطالبهم وإسقاط الحكومة.